فيديو جامد جدا جدا جدا. التحدي بتاع النهارده تحدي التين الشوكي. بس طبعا التحدي التين طبعا معروف طبعا كل الناس بتاكله بتاخدوه من عند الراجل متقشر. احنا بقى التحدي بتاعنا اصعب، احنا هنقشر التين بايدينا. تمام؟ بايدينا. لا انا مش عارف. ماليش فيه ماليش فيه، انا ما جبتش جوانتي ولا حاجه علشان لازم نتعاقب. العقاب بتاع التحدي ده ان هو التحدي نفسه، تحدي نفسه. طب يتعاقب ان هيتغلب ان هيكسب يمسك ليه على طيب. نجيب الساعه ونعمل على طيب، ايه رايك؟ وان اللي يغلب ماشي. 5 دقايق كفايه؟ لا 10 دقايق. 10 دقايق اللي يغلب لا 10 دقايق التين صعب في تقشير. 10 دقايق يلا 10 دقايق اوكي. هات التليفون بسرعه يا جماعه. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنعمل التايم دلوقتي على 10 دقايق، واللي يقشر احنا التين طبعا عارفين التين بيقشر، الراجل ده متمكن منه، احنا هنقشره على قدينا طبعا، احنا مش عارفين قوي يعني. التين الشوكه ده احنا اتشوينا تمام؟ احنا على 10 دقايق ماشي. يعني ما كناش بنبوظه اصلا. 10 10 8 10 10 10 ده مش هياخدوا في ايدي 5 دقايق. لما نشوف 5 دقايق حاسه واحده بس هقشرها وماليش دعوه. مش لعبه. لما نشوف 17 10 دقايق بالظبط. يلا بينا نبدا. يلا 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 استنى يا عم انت. المفروض اللي هيكسب واللي ياكل اكتر. ما لناش دعوه بالاكل بقى. واضح ان امي متمكنه في الموضوع ده، وده واضح ان ابويا هيقشرها صح. هو يا بابا مش كسب. هما بيقشروها ازاي يعني؟ مش عارفه بجد يا جماعه. ماسكه ابويا ابويا بسرعه بس. ثانيه ولا يلا يا روبن يلا. اكلنا شويه دي دقيقه. هات لنا طبق يا ديمتري علشان كل واحد يعرف الطبق بتاعه فين. هات لنا طبق بسرعه يا ديمتري. لا قصدي يا بابا في اكل يا حبيبي. حد كلها بقى. انت حلوه. احط لك حلوه. تصدقوا حلوه. سامع حلوه بابا. يا واحده انا خايفة قوي. هو شال الواحدة دي. خد انا مش بايظ على فكرة. ده طايب بس سنة. طبعا حلو. بابا افضل افضل. بص انا مش شرطة بس خليتها بس. خليتها بس. لا مالناش دعوة. اشرحها كويس. ما انا حبيبي. وقت ايوه طبعا انا هتشوك طبعا. انتوا مش عارفين حاجة؟ يا جماعة أنا تعبت نفسيا أنا. خد كده مع نفسك واعمل. هنغلبك يا أيمن، هغلبك. أنا غلبتك. هغلبك يا أيمن. أنتوا شايفين أنا ولا جدحة بتاعتي. أنا هقعد بعربية من الأسبوع اللي جاي، اللي عايز يشتري يجي ينفعني. بصوا بص والله أنا اتعلمت. يا شاطر يا حظي يا حبيبي. روبن روبن أهو. يلا. يلا 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 انا بقى يا جماعه طلعت لحظه كده ده والله جميل جدا. احب اقول لكم ان انا ما احنا اما نقشر وهم بياكلوا. انا مش عارف اقشر ايديا خلاص ورمت. لا لا صعب بجد. صعب بس معاك ايه؟ انا سبع يا رجاله. طب انت راكب حاجه في 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 ضفرك؟ حاضر يا روبن. يا روبن يلا يا روبن يلا يا روبن. اوعى يا عم نشر ايه اديها لهنا ري. انا ما اعرف ما شغال بالتينه وحشه. لا ما انا مش بسطتها من المسك من الحلو. ثواني ثواني ثواني. على فكره المشكله مش في اكله، المشكله في تكشيره. ايوه طبعا اكله. حاضر يا حبيبي. اهو مش هتغلبونا. يلا اديله اديله زي بعض يا حبيبي. مش عايزه. وثانية اعمل لك واحدة ثانية.
في كتير. انا بقرف. روبي بيقول لكم انا بقرف. انت بتقرف يروح بابا؟ يروح الكارت اربعة. بتقرف يا بابا؟ هنغلبكم. اسود. يا نهار اسود. ده انا بقيت متمكنة. بص. انا كمان متمكن اهو. اهو. انا ينفع ابيع تيم. انا مفروض انزل ابيع تيم. ربوه كالش يا حرام. لا مش اكتر. استنى الله الشبكة اتنكت فيدي وقولي مش عارفة. يا انا الصحر عليك يا مجدد. بعد ما كنا عملنا كل ده تكسر دلوقتي اسم فيدي استحمل بقى. انت قلت انك تعمليها اعمل بقى. انا اللي قلت نقشة نجيبه كده. انا اللي قلت. ما كنا قصرنا عند الراجل ده. يعني على ايه كل التعب ده؟ ما هو حلاوتنا في صعوبتها. هاي ثانية يا روبن. ونشتري. عايز دي؟ طب حاضر ثانية. ايه. هاكل انا دي. جميلة. خش احنا كسبانين. نعم ربنا يعينك واحنا ما نزلناش في حالاتنا خالص يعني. يا بابا. عايز دي؟ لما بروح عند الراجل بتاع التيم بنعمل ايه؟ بنفضل نقول له ادينا دي ودينا دي ودينا دي. وبناكل زي الفل من غير ما نقشر ولا أيوة الكلام ده. احنا اللي خلينا نقشر. كنا رحنا عملنا التحدي عند بتاع التين. بصوا بقى ما انا ارفع بيتي. انا ارفع ولا عشان مش هيشيلوا وراه يعني. لا لا استنى استنى. لا اللعب ما فيهوش ده. نو لا 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 ما فيش. ده بيشوك الدنيا. طلقة. بابا يا عيني ما اكلتش خالص. انا اكلت. يا عيني رقيق قوي. اكلت واحده ريب. انا رقيق. ايه دي فيها رقه؟ ليك انت شنوك. انا حاسس ان انا عندي ميه. انت ما اشربش تاني؟ ماشي يا حبيب بابا. بابا احلى يا هنا. برافو. هساعدك انا. ما تخافش انا بقشر. قولي يا ست حاجه. احنا اخذنا اكتر منهم على فكره. انا عشان اقشر اكتر منهم. لا يا بابا اهو. لا لا احنا قشرنا اكتر منكم. انا قشرت يا صوابي. انا كده خلصنا. احسني يا ست. هو بيفترس البتاع. الحاجة عشان بس على كده. واحد احسن انت خلاص. خلاص لسه والله حسب. خلاص بس يا غشاش. لسه لسه الوقت ما خلصش. لسه الوقت ما خلصش. ملناش فيه. بصوا لا يا جماعه خلص. هنعد هنعد القشره. احنا هنعمل ايه يعني؟ مش دعوه. احنا كده خلصنا. انت ممكن تقشر القشره على سنين. طب احنا خلصنا. احنا اخدنا كتير. استوب. اه لسه الوقت ما خلصش. استوب. مش فيه. خلصت في 7 دقايق. ملناش فيه. خلصنا. استنى واحده. يلا رجعت المنبه تاني. واحنا خلصنا. خلصت ثانية واحدة. بقي لك واحدة وواحدة بتاكلها. احنا اللي خلصنا. ولو عجبكم التحدي استنوا بقى لما تشوفوا العقاب اللي بعد ده. هنلم الدنيا ورجعت لكم في العقاب. والعقاب بأمانة العقاب ده صعب جدا. اصلا التحدي نفسه صعب. انك تقشر التين على فكرة ايه ما مليانة شوك. انا ايدي مش حاسس بيها بجد. بقى ما ايدي مليانة شوك. انا عايز اقول لكم ايدي كلها شوكة. هو الشوك ده يطلع ازاي؟ بس انا طبعا عاملة نفسي سبع رجال البعض ومش راضية باين ان انا. لا يا جماعة ايدي اتهرت يعني. كتر خير بتوع التين دول. انا مستغربة بيقشر التين في لمح البصر مش عارفة ازاي بالرغم ان هو مليان شوك. بقى صعب قوي. فعشان كده لا بيبقوا لابسين حاجة في ايديهم. لا مش بيبقوا لابسين حاجة. لا 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 بشوف ناس بيبقوا لابسين. بص بقى انا ده واحد نسي شغل. اني اخلي ايمن يتعاقب بالتين. يتعاقب بالتين ايه؟ يعني تمسك القشره كده. تمسكها كده وتدعكها كده في الدم. تخلي الشوك ده. تدعكها ايه؟
لا ايه اللي تعالك فيه هو كده انا تعالى فيه ده جيبه انا استحملت وعملت التحدي والتحدي ده كان صعب خالص من وشي والتحدي ده كان صعب ان انا اعمل طب انا ممكن اكل حته هتاكل ايه انت هتاكل لا انا مش دعوه انت تعمل كده في ده يا ناكل ليش لا نعملها اعمل يلا اعمل يا نصاب اهو 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 يا جماعه اهو 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 هاي القشره اهي اهي القشره انت تانيها يا زكي يا زكي ادي القشره هحط القشره من جوه اللي هي ما فيهاش شوك ايش تاني لا القشره اهي 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 يا جماعه من بره ولا مش من بره يلا ورينا اهو ورينا انا عاوز يا جماعه من السبب ولا تبقى للطوب قول يا توبا عشان ينسى ان هو يعمل دي هتطلع ازاي منها الشغل يلا ملناش فيه يلا بس اهو يلا لو عجبكم بقى التحدي بتاعنا وعجبكم العقاب بتاع التيم ده فاكتبوا لنا في الكومنت حطوا لنا كومنت حلو من عندكم واكتبوا لنا ايه يا جدعان يا اهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير